زمان هناك وانا في الدهناء قالوا الشيبان بكره عب الوايت ما وبعد بكره حمل انه ناقتين من البل وتعالنا جبها لنا في الجنادريه في الرياض. وجه هو اصبحت رويت الوايت حطيته ويوم جاء اليوم الثاني فحمل النوقات وجيك مع الخطة حق السماء. اليوم جيت المحطة دي حق الدوار عبي ديزل لا والله انها خمسة شباب على غمرتي تعرفهم عرفهم وهبي فرقة. ايوه وين رايح؟ قلت انا رايح الرياض للشيبان وهذا رجيب لي علف الله رب. وانا المحل وش علومكم؟ قالوا معنا جازة اسبوع حنا ما نبيك الله يستر عليك حنا بس نبي المحل يبون البر ونبي ما نبي شيء عنا معنا طرينا معنا وكل شيء معنا ما نبي الا الحليب حنا عندنا خلوف ذاك حين لو بتشيل منها خباسال مشيت وصفتهم المحل وش وصفتهم المحل ايش تكون يدلون جيت هنا وخذيت لي يومين وحملت لولي علف وقالوا الشيبان هاري حنا ما وجهنا عليك ذا الليل انت سرحت منا الله الله ولا جيناك بكرة مشيت منا حول الظهر يوم جاء حول الساعة واحدة او ثنتين لاني يا اخوان واحدة من الليل واحدة من الليل الهم ضارة يوم قبلت على المحل وقفت بوزان المحل قريب البل ساكتر على المحل وبقعد لين نسفر وتروح البل بلا بقى الموت يا اخوان الهم ضارة شابين وكلهم شابين ويش؟ دخنون كلهم دخان دخان ومترقين تفرقين في المراح اللي عند الخامة هو اللي عند الوايت لهم ضارة سكير كل شيء اللي دخل طيب سلام عليكم أنا الله يرحبهم بي الله حيه أنا بيفرقاهم تبي فرقاهم ليه؟ يا ولد إن جاوني الشيبان وشافوا الشيفة ذي أنا معي كشاف كشفت يوم كشفت لدى الوايد شوهم عند الوايد دخانهم أبلقطة تكون جراد هم الجراد الحرام تقول جراد أبلقطة لهم وش أجمع وش والشيبان دايما لا جاوا مهم بيجون في الخامة يجون في ظلال الوايد عنوا الناقة اللي تشرب واللي تروح ويسونها وذاك الحين يتفقدون الحلال أبد فين شيء لا ماشي بحول في ليلك والله لا تجي حتى البلدية ما تنظر ايه في ليلي الحين راح كله يا ولد رحت الخامة لا مثل كمل مثل اقطف 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 الكراتين خمسة يا ولد لهم يومين مو يومين أظنهم ما رقدوا فاروح للوايت الساعة 4 هم دق السلم وليه؟ أبعد الوايت بغير المحل آه. علي حرمني دق السلم قال وين قلت وراي بس وامشي والله ما عسيت ولا شيء لا ثلاثة كيلو ووك إني بالغلط قلت يا الربع ما عليك مخفية الشيبان عليه الحرام ينجاو أنتو مهم قيل لكم شيء بس كل شيء بدي في راسي بيذبحوني هم بالحياة المهم وأنا خاهم ولهم أخوان شمة يبونش يبون الوجهة خابر الطيب الخبر اللي بس وجهه ويمشي ايه الحرام ما ظهرت الشمس لنا ناقلين الحلال والخلفات وشبوك رب كريم يوم جاء الساعة 10 للشباب في محل جديد هم عرضين على المحل لو يشوفون المحل راحوا المحل ما خليت عليه حاجة ذليتهم يوقفون فيه حتى زباين وانت بكرام كل شيء شاب فيه نظر لو انك جاي بتنزل فيه جديد الا الدخان موجود والله يجاني شكر من الشباب هم دروني ذا